انطلاقة تاع ملتقى فنون الشارع بالكتار بالاشتراك مع اخوتنا الشركاء يعني فنون الشارع كما اخونا عاطف فني رغم عني كما اخونا صابر اللي يخدم موسيقى واستاذ موسيقى كما برشا يعني شركاء في الفن هذايا اللي حبينا نركزوه يعني كفن وثقافة يعني خاطر الجمهور كي تقرب له اكثر يحس بالفن بتاعك ويذوقه. على فكره احنا عملنا برشا ورشات في الاطفال اللي انطلقنا فيها اليوم الصباح وان شاء الله تتوصل العشيه باش نحاولوا في الورشه هذه نفهموا الصغير شنو هو المسرح كيفاش يتعامل مع الشخصية كيفاش يتعامل مع الملابس طاقة رهيبة بتاع نشاط وبتاع حماس وكالطاقة هذيك كي تحاول تخرجها انت في حركة فنية ولا حركة يعني رقص ولا فن يكون خير. الفضاء مول صعب اول حاجه باش الصغار يحسوا بقيمه الشيء اللي باش يعملوه باش يخرجوا به للشارع مش كما يحضروا في الشارع وعباد تمشي وتجي وتتفرج فيه ومن بعد زيد باش يقدم يعني حاضر في الشارع وزيد يقدم البرودوي فينال في الشارع اما كي باش يبدا باش تسكر عليه باش ترجعوا للشارع انت بعدتوا من الشارع مش بعدتوا منه باش تحطوا في القاعه المغلقه باش يقعد غادي لا باش تبعدوا من الشارع باش يعاود يرجع للشارع اما بانرجي اخرى حضر لها هو وخمم فيها وعارف روحه يعني خارج وين باش يمشي وشنو باش يعمل بالضبط. شفت اللي صغار يزمد تقرحهم غادي باش يجيو باش يعملوا طوز لهنا هما قاعدين يقنعوا مش مجامله ومش حتى لهنا تحسهم متعطشين براسهم تحسهم هو ثقافه وهوني نوع من الثقافه ذي اللي معناها برشا ناس يظنوها محتكرة كان على وسط العاصمة على الولايات الشمالية هوني ثقافة ذاير الناس الصغار الموجودين هنا متعطشين وفي رأيي أنا يلزمنا توا مادامهم صغار خاطر في نتصور معناها أعوام أخرين ثلاثة خمسة سنين أخرين ما عادش باش يولوا صغار مادامهم توا صغار نتصور لازمنا نزرعوا فيهم الثقافة دي. هذا نشاط موجه للأطفال تكون فيه مباريات ثقافية بين المدارس الابتدائية وحبينا نعمل لهم شوية أسئلة ثقافية وكذلك رقصات ومش يعمل معنا جو. بالنسبة للنشاط في دار الثقافة هو موجه خاصة للأطفال والأطفال هك تعرف كانت تكون ورشة ولا نشاط في الشارع معناها صعيب ياسر ونخافوا عليهم معناها صعيب باش تأطرهم ونخافوا عليهم يكون معنا في مكان كيف دار الثقافة معناها باش حنا نحافظوا عليهم وباش معناها يكون نشاط يعني في مكان تعرف الصغير يعني مشكلة باش معناها تقيديها عملك ومشي هذاك علاش يعني النشاط اليوم كان في دار الثقافة لكن ثم ورشات نتاع رسم باش تكون يعني في الشارع في رأس الشهداء. مشرف على ورشة التصوير الرقمي اللي هي فيها برشا فقرات باش نتعلموا كيفاش ناخذوا صورة معبرة وكيفاش نحموها نحموا الحقوق عليها ومن بعد تاني معناها باش في علاقه معنا بالملتقى اللي باش نتعلموه معنا في الورشه هذه الكل باش نخرج ونطبقوه على سير تيران في الملتقى وغدوه باش عندنا حصه اخرى معنا الصباح باش نستعملوا كيما باش نستعملوا الكاميرا باش نستعملوا البورتابل السمارت فون عدينا ديجا توا كيف معنا زوز افلام وثائقيه معنا تعلم كيفاش تصور وكيفاش تستعمل البورتابل معنا في التصوير
وغدوة إن شاء الله باش نجيبوا برامج نتاع حماية الصورة وتريتمون نتاع التصويرة وبرامج أخرى نتاع سينكرونيزاسيون مع الموبايل، معناها تصور تصويرة بالتليفون كيفاش تخرجها وتحطها في الأورديناتور باش تعمل عليها الحماية وباش تعمل عليها التريتمون. On nous a proposé d'organiser un atelier et nous avons eu l'idée de réaliser ensemble avec les participants qui le désiraient un magazine ou plutôt un bulletin papier de 4 pages qui vont produire des articles, photos, dessins, caricatures, interviews, enfin bon, toutes les idées sont les bienvenues. Essayez de réunir tout ce matériel dans un 4 pages en 3 jours. ونفرغوا جملة هلا للأشياء اللي يعني السلبية هذه.